جميل ان احنا نشوف فئات مختلفه بتشارك في ماراثون، يعني في محافظه مهمه زي محافظه الاسكندريه، وشايفين المنظر الجميل اللي احنا شفناه دلوقتي معانا في التقرير. لكن خلونا نعرف تفاصيل اكتر بقى عن هذا الماراثون. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتوره صفاء الشريف، وكيل وزاره الشباب والرياضه بالاسكندريه. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيكي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. قد ايه جميل ان احنا نشوف الشمول ده في الماراثون. حابين نعرف الماراثون كان بيحتوي على ايه من فعاليات ومسابقات، يعني كلمينا اكتر عنه. الاول بقول لحضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. ماراثون اسكندريه الزايد العالمي الخيري في محافظه اسكندريه تم امبارح، وزارة الشباب والرياضة نظمته، ودي يمكن أول مرة يكون تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح اسكندرية كانت في أحواء، في يعني في احتفالية كبيرة، أكثر من 25,000 متسابق موجودين من كافة الأعمار، في رغم إن الجو كان في حالة من حالات الجو الشتوي. كان في مطر امبارح صح؟ اللي ساعدت فيه كل المشاركين وساعد فيه مجلس ابو ظبي. معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، يعني وزاره الشباب وهي المنظم الرئيسي اللي موجود، يعني كان توجيهاته ان حل كافه المشاكل اللي كانت موجوده في 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 حاجات كانت قبل الماراثون، وفي ترتيبات كانت قبل الماراثون عشان يطلع الماراثون زي ما حضرتك شايفاه بالمظهر الذي يليق بالجمهوريه العربيه. يمكن هو كان معانا في الاستاد قبلها بيوم الساعة الواحدة مساء لتفقد كل صغيرة وكبيرة تتم داخل الماراثون. الماراثون تم التسجيل ليه الكتروني على فورم اطلقته وزاره الشباب والرياضه. بدا وانطلق من استاد الاسكندريه، وهو الاستاد العريق في محافظه الاسكندريه، وانتهى في استاد الاسكندريه، مرورا بشارع البطالسه، ومرورا ب على البحر مكتبه اسكندريه، ثم مرورا بمنطقه سيدي جابر الى شارع ابو قير مره اخرى. اولادنا من طلائع وشباب محافظة الأسكندرية كانوا موجودين زي ما حضرتك شايفة على البحر في أجواء احتفالية تشجيعا لكافة المشاركين، في زي وطني وفي زي مصري وفي زي وفي أشكال مختلفة للتشجيع. كمان كان في عروض دكتور بحرية. دكتور صفاء، يعني احنا بنتكلم على نسخة، النسخة دي تحديدا يعني بتدل على ما يجمع ما بين شعب الإمارات الشقيق وجمهورية مصر العربية أيضا من مشاعر حب وأخوة، لكن عاوز أعرف أهم ما يميز هذه النسخة، النسخة السابعة من ماراثون زايد للرياضة تحديدا، ومشاركة ذوي الهمم فيها، وإجمالي عدد المشاركين وصل لكام؟ هذه النسخة لم يحدث فيها لم يحدث فيها مشكلة واحدة، لم يحدث فيها، كانت الأمن مأمن الأماكن كويس جدا، العربيات الإسعاف كانت موجودة. الصورة اللي موجودة مع حضرتك أولادنا من متطوعين وزارة الشباب والرياضة من الواي الواي والأوفي دي كانوا موجودين بينظموا وبيساعدوا المشاركين. لم نرصد مشكلة واحدة طوال هذا الماراثون، رغم إن الأعداد اللي كانت موجودة زي ما حضرتك شايف أكثر من 25,000 مشارك. الفرحة اللي كانت موجودة في شعب اسكندرية إن كل الأهالي اللي موجودين على خط سير السباق طلعت في البلكونات بتاعتها، المحلات بتاعتها اللي كانت فاتحة طلعوا إخواتنا العاملين داخل هذه المحلات يحيوا الماراثون بأعلام مصر. امبارح شعب الامارات اللي كان موجود، الوفد الاماراتي اللي كان موجود، قال افضل نسخه تم تنظيمها هذه النسخه في اسكندريه. بصراحه كمان محافظ الاسكندريه وفر لنا لواء محمد الشريف، وفر لنا كل ما طلبناه من محافظه الاسكندريه هو الاجهزه التنفيذيه، عربات من الزهور من شركه الميه كانت موجوده. زي ما بقول لحضرتك مفيش مشكله واحدة.
واحده حصلت امبارح، لدرجه ان احنا كمحافظه الاسكندريه طالبنا معالي الوزير وطالبنا مجلس ابو ظبي ان تتم النسخه القادمه في محافظه الاسكندريه. بالظبط. دكتوره صفاء، عايزه اعرف من حضرتك، طبعا نجاح كبير قوي حققه الماراثون واحنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشه، يعني زي ما اتكلمنا قبل كده شمول وناس كتيره قوي مشتركين، مما يعني ان كان في كمان يعني تحضيرات سابقه للماراثون مهمه جدا بيقولوا التسويق حتى ليه. عايزه اعرف من حضرتك التحضيرات كانت عامله ازاي، وهل الماراثون مواعيده بتبقى كل سنه في نفس الميعاد ولا حسب ظروف معينه؟ لا، هو الماراثون مواعيده كل سنه 23 ديسمبر. الترتيبات اللي تمت حضرتك، الصور جايبه جنب حضرتك، اعلام مصر والامارات رفعت في خط سير سباق محافظه الاسكندريه بالكامل، كافه البنيه التحتيه، اي حاجه كانت موجوده فيها حاجات بسيطه معالي المحافظ وجه باصلاحها فورا. اولادنا كانت موجوده داخل كل مكان، سواء من المتطوعين او من الطلايع او من الشركه المنظمه، لتسهيل عمليه السباق. السباق اللي كانت موجوده كان في اجتماعات دوريه بتتم داخل الاستاد وداخل وزاره الشباب والرياضه لكل اللجنه المنظمه لتقسيم العمل ما بينهم. هي تميزت هذه النسخه بالاصرار الشديد من وزاره الشباب والرياضه ومن محافظه الاسكندريه على نجاحها. زي ما بقول لحضرتك امبارح كان موجود معانا الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنه العليا المنظمه لماراثون الشيخ زايد من الامارات، وكان موجوده معانا معالي السفيره مريم خليفه الكعبي سفيره دوله الامارات، دكتوره هبه السويدي كمان مجلس امنا رئيس مجلس امنا مؤسسه اهل مصر مصر الخير. الماراثون في شق رياضي وفي شق خيري. نعم بالتاكيد. كله كان عنده اصرار على النجاح، كله كان عنده اصرار على عدم كسر اي قواعد موجوده. صحيح يا دكتور، ويمكن ده اللي يعني اللي ظهر ظهر يا دكتور تحديدا في المشاهد اللي احنا بنشوفها، وشفنا قد ايه ان كان في نوع من انواع الاراده ونوع من انواع الاصرار بان الماراثون ده في محافظه الاسكندريه يظهر في ابهى صوره ليه، ويمكن زي ما حضرتك قلتي باشاده يعني دوله الامارات العربيه المتحده ان دي كانت افضل نسخه بتنظم. ايضا كان في فن التخطيط، التخطيط الجيد لما قبل انعقاد انطلاق هذا الماراثون تحديدا. على اي حال بنشكر حضرتك الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضه بالاسكندريه، شكرا يا فندم لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.